السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ده فيديو خاص طبعا بجروب الواتس بتاع الكورس التأسيس. كنا احنا خدنا واجب سؤال بهل الناس طبعا التزمت وعملت الواجب. احنا طبعا بنعلم الواجب مع بعض، يعني انتوا بعتوا الواجب، انا عايز كل واحد يفتح الواجب بتاعه قدامه ويبدأ يتفرج على الفيديو ده. احنا عايز اكون سؤال بهل. طبعا يا شباب هنا كلمة سوري زي بالظبط نو هي وزنت، يبقى الفعل المساعد بتاع الفعل المساعد عندي هنا اللي هو كلمة ووز. يبقى لما اجي اعمل سؤال يبقى اعمل حاجة اسمها ووز هي، خلي بالك هنا يا شباب ووز هي ات سكول، وحط يا جماعة علامة استفهام، يبقى ووز هي ات سكول، يبقى السؤال بوز. شور بتساوي كلمة يس، ات از ماي فيفورت توي، يبقى لما اجي اعمل مقص يبقى از ات، ما تنساش تكتب از كابيتال، از ات يور، الماي تحول طبعا ليور فيفورت واكمل الجملة. No music isn't my favorite subject، يبقى هعمل هنا isn't، يبقى is music، هل الموسيقى your برضو favorite، وكمل. Yes I am 10، احنا قلنا كلمة I am تحول لمين؟ كويس يا شباب، are you، جدع كويس يا ابني والله، are you، وكمل are you 10 years، وكمل الجملة. No this isn't a book، يبقى is this a book، is this a book، هل هذا كتاب؟ is this a book. certainly بتساوي كلمة yes، this is my pencil، يبقى is this برضو your pencil، ما تنساش دايما ان my في الاجابة تحول ليور في السؤال. yes I like، هنا الجملة ما فيهاش فعل مساعد او ناقص، يبقى اجيب do او does او did، ده مضارع، يبقى do you like، واكمل الجملة do you like، واكمل الجملة. yes we have، هنا مش عايزين نتلخبط يا سنة تالتة، احنا قلنا يا ابني ان have هنا فعل اصلي بمعنى يملك، يبقى هنا ما اقولش have we غلط، يبقى دو عشان ده مضارع، دو يو، خلي بالك الوي تنفع نغيرها او نسيبها، دو يو هاف، هو انت عندكم الفعل الاصلي ماس، وكمل الجمل. Yes they always go to Alex، يبقى هنا عندي كلمة جو مضارع، يبقى دو يو او دو زي always، هل هما دائما go to Alex. طيب هنا بيقول لي يا شباب ان يس علي اند احمد ميت وانس اويك، وانس اويك، يبقى هنا دو علي اند احمد، الفعل بتاع يا جماعه علي اند احمد، والجمله مضارع، فجبت دو ميت بيتقابلوا وانس اويك. نو اي دونت وونت، يبقى هنا يا جماعه دو يو وونت، دو يو وونت، واكمل الجمله دو يو وونت تو بي ا دكتور. يس منى كولكتس، هنا في اس، يبقى داز منى، does منى collect، بس ارجع الفعل الاصله does منى collect. yes she has، has هنا الفعل الاصلي، has الفعل الاصلي، ما اقولش has she غلط، يبقى does she ويرجع لاصله does she have a car، does she have a car. طيب yes the bird flies in the sky، يبقى هبدا ب does طبعا عشان في اس، does the bird، هل الطائر، وارجع الفعل الاصلي يبقى fly in the sky. No a camel doesn't live، يبقى does a camel، does a camel live، وكمل الجملة. Sure he saw me، يبقى did he see you buying، وكمل الجملة. No I managed، يبقى did you برضه عشان الماضي، manage يرجع لأصله، وكمل الجملة. يس طبعا هنا جان داز، يبقى داز هنا خلي بالك جبت منها اس، داز جانا، ويرجع الفعل الاصله داز جانا دو، وكمل الجمله. يس اي هيلبت، يبقى ديد يو هيلب، بس يرجع لاصله يور انت، وكمل الجمله. يس هاد اكس، خلي بالك هنا هاد الفعل الاصلي، ما ينفعش اقول هاد زيد، انا هجيب ديد زي ويرجع هو الاصله، يبقى did they have، وكمل الجمله. ايه وينت، يبقى did ايه جو، did ايه جو، وكمل الجمله. نو اي didn't have، يبقى did you have، did you have، وكمل الجمله، يبقى did no i didn't، did you have meet، وكمل الجمله. they didn't do، يبقى did they do، did they do، وكمل الجملة. no he never، one هنا الجملة يا جماعة فيها one ماضي، يبقى did he، did he، when
ابرايز يرجع لاصله نوهي نيفر كذا. يبقى ده الجزء الخاص بالواجب، احنا هنعلم الواجب مع بعض كده عشان كله يستفاد ومعاك برضو اساسي. طبعا هننزل لكم دلوقتي مذكره فيها حاجات تانية، واجبات تانية.